السلام عليكم. بسم الله. السلام، كيف عاملين؟ كيف دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بألف خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد، نتمنى انه يليق استحسانكم. اليوم هندير معكم تنظيم دولاب ملابس بنتي الصغيرة، بنتي عندها 4 شهور. يلا تشوفوا معايا كي كان قبل ومن بعد. يلا. السلام عليكم. كما كتشوفوا هو دابا مطويين الملابس مطويه، ولكن ما هتقدريش تجبدي اي حاجه. مثلا بغيت نجبد سروال غتختار بحق غيتخربقوا، ما كيكونش منظم بطريقه مزيانه. دابا هنرجع نوريكم الطريقه اللي هندير، لانها طريقه سهله ومنظمه بزاف، وكتخليك تهز الحاجه دغيا وتعرف بلاصتها وتعرف اين حاجه هتهز، شحال شنو الحاجه اللي هتاخد. طريقه بسيطه سهله. تعالوا معايا نوريكم تاني، نوريكم شنو هنستخدم. هنستخدم هاد الشبيكه. صراحه هاد الشبيكه غزالين في التنظيم ورخاص وصغيره. صغيره كتاخد شي حاجه بسيطه، ماشي شي حاجه كثيره، ولكن اكسسوارات هنديرها الاكسسوارات ديال بنتي. وهادو اللي صايبت الفراقات، صايبتهم نفرق بهم الدولاب ديال بنتي. صايبت ثلاثة كبار وثلاثة صغار. الصغار شنو كيف دايرين عاديين. يلا نوريكم الطريقه. والعلاقات اللي هنعلق فيهم الملابس اللي خاصهم يتعلقوا. كما كتشوفوا انا خويت الدولاب ديالي، ما بقى فيه حتى حاجه. هنوريكم كيفاش نفرقوا به. كما كتشوفوا هو فرقته، طريقته كي كتجي. المهم هادو كيتحولوا من بلايصهم، حيت باقي ما حطيتش الحوايج، باقي ما عرفتش القياس اللي هيجي هنا واللي هيجي هنا. المهم هذه هي الطريقه باش كيجي منظم بزاف، كيجي ساهل في اخذ الملابس، وحتى منظر ديالو كيعطي منظر مختلف للدولاب ديالكم. نتمنى انكم تكملوا معايا الفيديو. طريقه طي ملابس الاطفال الصغيره هكا. كناخد هاد الجهة كندخل هنا وكنعاود ندير لها هكا، كنحطهم كما كتشوفوا. نعاود نكمل ونرجع عندكم. هنايا غنوريكم كيف توضعو هكا هكا. ايد واحده ما كتصايبش مزيان. هاد الطريقه وانا خسرتها شويه كتخرج بحق. انا السروال كندير ليه هكا هكا. وفي النهايه كيولي هكا كما كتشوف، كيولي كلشي منظم، كتعرفي اي بلاصه فين كاينه. مثلا هنا كاين دي باردورات ديالها الصغار، سريولاتها، هادو الطريريقات، هادو المخدات اللي كنبدل ليها، هادو هنا فين كاين البيضات ديالها، اكسسوارات صبيبتها الصغير. وهنا هادو الطريريقات الاخرين اللي كنلبسها في الدار. هادي واحد المخده كندخلها لها كنعس فيها. وهادو الفيطات ديالها. نتمنى نون الى اعجابكم. وهنايا وهنايا العلاقات كنشري لهم، شريت لها فيهم حويجات، فدرت فيها الكسيوات ديالها وعلقتهم. غنديرهم في العلاقه مع حويج خوها الصغار. نتمنى نون الى اعجابكم، ومع الى اللقاء.
بسلامة، نتمنى نتلاقى معكم في فيديو آخر، وإلا عجبكم هذا الفيديو قولوها لي في التعليقات باش نبقى ندير لكم بحال هاد الفيديوهات، وما تنساوش ديروا اشتراك. إلى اللقاء.